أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني مع قناة مصر للتعليم الفني. النهاردة هنبدأ حلقة جديدة في مادة المعدات، الصف الثاني، قسم ملابس جاهزة. اتكلمنا الحلقات اللي فاتت عن تعريف عملية الفرد وإيه الغرض منها وأنواع مناضد الفرد، وأخدنا عيوب الفرد واخدنا اجهزه فرد القماش، جهاز فرد القماش التريكو وجهاز فرد القماش المنسوج. النهارده هنراجع على اللي احنا خدناه وهنكمل الخصائص المميزه او المضافه في ماكينات الفرد. تعالوا مع بعض كده ناخد اسئله ننشط بيها ذاكرتنا باللي احنا خدناه الحلقه اللي فاتت. هناخد السؤال اكمل ما ياتي. بيقولي تنقسم ماكينات الفرد إلى، يعني تنقسم ماكينات الفرد إلى، تنقسم إلى إيه؟ تعالوا نشوف كده. تنقسم ماكينات الفرد إلى ماكينة الزجزاج حاملة الخيم، وماكينة الفرد الوجه في الوجه تدور حول محورها، وماكينة فرد زجزاج وجه في وجه مزودة بخلايا ضوئية. يبقى احنا عندنا ماكينات الفرد كانوا ثلاث أنواع. النوع الأول ماكينة الزجزاج حاملة الخام، وماكينة الفرد الوجه في الوجه، يعني وجه القماش في وجه القماش وتدور حول محورها، وماكينة فرد زجزاج وجه في وجه مزودة بخلايا ضوئية عشان طبعا نشوف بيها عيوب القماش أو الطيات أو السنايات اللي موجودة في القماش. نكمل مع بعض. تاني حاجة، من تتضمن تجهيزات الفرد على إيه؟ على نقط وكذلك نقط. يبقى تتضمن تجهيزات الفرد ايه؟ تعالوا نشوف الاجابة. تتضمن تجهيزات الفرد من مناضد فرد القماش، ماكينات الفرد، وكذلك عربات الفرد. يبقى تتضمن تجهيزات الفرد، ان عشان اجهز لفرد القماش بقول بتضمن ايه؟ مناضد فرد القماش وماكينات الفرد وعربات الفرد. وقلنا قبل كده تنقسم ماكينات الفرد الى ايه؟ ماكينة الزجزاج حاملة الخام، وماكينة الفرد الوجه في الوجه تدور حول محورها، وماكينة فرد زجزاج وجه في وجه مزودة بخلايا ضوئية. نيجي للسؤال الثالث، بيقول لي عملية فرد القماش. احنا قلنا تعريف عملية الفرد دي من التعريفات المهمة جدا ولازم اكون عارفها وحافظها صم، لان فرد القماش يعتبر هو اهم عمليه في مراحل الانتاج، والفرد ده اللي بيعتمد عليه مرحله القص وبعد كده مرحله حياكه القطع او المنتجات اللي هتطلع. يبقى لازم يكون الفرد عندي، فرد القماش عندي يكون على درجه عاليه من الجوده ويكون فيه تقنيه عاليه. عشان كده بقول ان اهم عمليه عندي هي عمليه فرد القماش، اللي هي اول مرحله من مراحل الانتاج بتاعتي. طب تعالوا نعرف كده عمليه الفرد هي ايه. بقول عمليه فرد القماش تعتبر عمليه الفرد اول مرحله من مراحل الانتاج الفعليه، وهي عباره عن وضع القماش على هيئه طبقات متتاليه. يعني انا بحط فيها القماش على هيئة طبقات متتالية حسب طبعا عدد الطبقات، حسب المنتج، عدد المنتجات اللي انا هطلعها، لانتاج اجزاء مطابقة لابعاد النموذج. يعني انا بحط طريقة فرد القماش دي بتبقى عبارة عن عدد طبقات، عدد الطبقات اللي انا بحددها دي حسب عدد القطع المنتج اللي انا هطلعها، وكمان ان انا بيبقى حسب النموذج اللي انا هرسمه. يبقى انا لازم عدد لما اجي افرش طبقات القماش تكون مناسبه مع النموذج بتاعي، يعني يكون عرض القماش اللي انا هفرده يكون مناسب لعرض النموذج، ولا يكون كبير ولا يكون صغير، عشان تطلع المنتجات بتاعتي القطع اللي هتطلع من النموذج الباترون تكون متساويه وتكون دقيقه جدا وتكون منضبطه ما يكونش فيها اي اخطاء من القص. تمام. نرجع بقى مع بعض للأسئلة. الغرض من استخدام جهاز فرد القماش التريكو، ايه هو الغرض من جهاز فرد القماش التريكو؟ احنا قلنا ان احنا عندنا جهازين، صح؟ جهاز فرد القماش التريكو وجهاز فرد القماش المنسوج. تعالوا نشوف جهاز فرد القماش التريكو ده احنا قلنا عليه المرة اللي فاتت ايه. قلنا ايه الغرض من استخدامه؟
فرد القماش التريكو، يعني هو اسمه جاهز فرد القماش التريكو، يبقى بستخدمه في ايه؟ في فرد القماش التريكو. ليه؟ لان احنا عارفين ان قماش التريكو قماش حساس وبيحتاج دقة في التعامل معاه، لان هو ما بيحتاجش ولا فرد ولا شد، لان هو قماش مطاط. فلو عملت له فرد او شد يبقى غيرت في ايه؟ في نسيج القماش وطلعت المنتج بتاعي فيه عيوب. فلذلك بقول ان جهاز فرد القماش التريكو بيبقى خاص بأقمشة التريكو، لان هو ولا بيتعامل معاها بدقة وايه، ما بيعملش ايه ولا شد ولا فرد في طبقات القماش. تعالوا نراجع التعريف مع بعض. يبقى بقول ايه؟ فرد القماش التريكو اعطاء انتاج كبير، فرد جيد بطريقة سليمة، لأن القماش التريكو ضعيف وحساس ويحتاج إلى عناية جيدة أثناء الفرد. يبقى هو إيه؟ لأن القماش التريكو بيحتاج إيه؟ بيحتاج إلى عناية أثناء الفرد، لأن هو بيحتاج دقة في الفرد بتاعه. شوف السؤال اللي بعديه، أنواع مناضد الفرد. إيه هي أنواع مناضد الفرد؟ إحنا خدنا أنواعهم السنة الحلقة اللي فاتت، اخدناها قلنا 4 انواع من مناضد الفرد. تعالوا نشوفهم كده مع بعض ايه هما الانواع. احنا قلنا المنضده الايه؟ المسطحه، المنضده الاباريه، المنضده المثقبه، ايه المنضده ايه مناضد حفظ الرسم. يبقى اول حاجه المنضده المسطحه، ودي اللي بيتفرد عليها طبقات القماش. المنضده المثقبه اللي بيبقى فيها ثقوب لشفط الهواء الزائد داخل الطبقات. المنضده الاباريه، ودي قلناها بستخدمها في ايه؟ المنضده الاباريه قلنا بنستخدمها في الاقمشه ذات الايه اللي هي المقلمه او الكرهات، عشان احافظ على شكل ايه؟ تقليمه القماش، واحافظ على شكل الكرهات، يبقى كله طالع بنفس الايه؟ القص، وبنفس الشكل، ما يكونش فيه اختلاف ولا يكون فيه اعوجاج في ايه؟ في الرسمه. مناضد حفظ الرصه، ودي المناضد اللي هي بتبقى ليها ارفف بحفظ فيها الرصه، وممكن يعني انا عشان ما بيجي لي مقص دار في الورشه بيجي لي بميعاد بوقت يقص ويمشي، فلازم اعمل ايه؟ بعمل بجهز الرصه، وما يجي اروح يقصص الرصات كلها مع بعض. فمناضد حفظ الرصه دي بتبقى عباره عن مناضد ليها ادراج او ارفف بتحفظ فيها الرصه ويتقص كله مرة واحدة. دي كده انواع مناضد الايه؟ الفرد. تعالوا نكمل مع بعض. الاجزاء الرئيسية لاجزاء لجهاز فرد القماش التريكو الدائري المقفول. ايه هي الاجزاء الرئيسية؟ احنا خدنا جهاز فرد القماش التريكو اللي هو المقفول، واخدنا اجزائه الحلقة اللي فاتت. تعالوا نراجع كده نشوف الاجزاء اللي احنا خدناها ايه. اول حاجه منضده وضع القماش، ده الجهاز بتاعي اهو قدامي اللي هو جهاز فرد القماش. اول حاجه في منضده وضع القماش، دليل انتظام القماش العلوي، الادله اللي احنا شايفينها فوق، كليندر لضبط سحب القماش، يعني ادي اللي هي الايه اللي بنقول عليها اسطوانات السحب، دي بتسحب لي طبقات طبقه القماش من الاسطوانه وبتبدا تمشيها على السلندرات على الرول، ليه؟ عشان يعمل اتزان في القماش وايه؟ واتزان الشد، عشان القماش عندي وهو ماشي وينزل على طبقه على المنضده ما يبقاش فيه، ما يلفش ولا يعمل ايه؟ الروروه بتاعته اثناء ايه؟ اللف، يغير شكل ايه؟ القماش. يبقى تالت حاجه كليندر لضبط سحب القماش من الرول لاتزان الشد على القماش. يبقى لازم يبقى ده كل ده ليه؟ للاسطوانات دي كلها، علشان يبقى في شد ايه؟ يبقى في اتزان في حركه القماش على ايه؟ على الرول. رابع حاجه دليل انتظام القماش السفلي، يعني القماش وهو نازل كده لازم يبقى فيه دليل انتظام عشان القماش يبقى ماشي مظبوط، يبقى العلوي زي السفلي في الشد. درافيل سحب القماش للفرد، طبعا الدرافيل دي بتبقى ايه؟ بتفرد لي طول ما هي القماش نازل بايه؟ بتعمل فرد لطبقات القماش، عشان القماش ما يبقاش ايه؟ ما يحصلوش اي كرمشه، اي ايه؟ كشكشه، اي التواءات اثناء عمليه الفرد، لان كل ده بيأثر على ايه؟ على طبقات القماش وهي بتتفرد على الطاوله.
اسطوانة نصف دائرية ناعمة لانزلاق القماش عليها. طبعا الاسطوانة لازم تكون ناعمة، ما تكونش خشنة. ليه؟ لان القماش اللي هو هيلف وينزل على اللف بتاعها ما يكونش فيه ايه، ما يأثرش على شكل القماش، وما يعمليش فيه تنسيل، ما يعملش فيه عيوب. منضدة الفرد، صندوق التحكم الآلي، طبعا في منضدة اللي هي الترابيزة اللي بحط عليها فرد القماش، عندي صندوق التحكم الآلي اللي هو على جنب الجهاز دوت، ده اللي انا بتحكم في سرعة الجهاز. لازم يكون عندي فيه سرعة للجهاز، ما بسيبش الجهاز شغال كده، لا، حسب نوع القماش بظبط سرعة الجهاز، يا اما يبقى سريع يا اما يبقى ايه بطيء. طبعا عندي فيه زراع للسرعات، ان انا بظبط بعد ما بظبط اللي هو صندوق التحكم دوت، بظبط عن طريق الزراع ان انا بحرك الزراع دوت حسب السرعات اللي انا ايه محتاجها. مفتاح الكهرباء الاساسي اللي هو مفتاح التشغيل ومفتاح الايقاف للجهاز. المحرك الكهربائي اللي هو الموتور، مفاتيح ضبط عمليات التشغيل المختلفة، ومكان وقوف العامل، لازم يكون فيه للعامل مكان للوقوف. وعندي عداد الطبقات اللي انا بظبط من خلاله عدد الطبقات اللي انا عايزة افردها على ايه، على الطاولة بتاعتي، مش بسيبه يطبق كده وخلاص، لا، لازم بديله عدد الطبقات اللي هي ايه اللي هيفردها على طبقات الايه القماش. هناخد بقى النهاردة الخصائص المضافة لميكانات الحياكة. يعني ايه الخصائص المضافة لميكانات الحياكة؟ يعني ماكينات الفرد دي ايه هي الخصائص اللي تم اضافتها ليها. طبعا احنا في حاجات لقينا في بعض عيوب في بعض الاجهزة القديمة، فبدأ يتعمل اجهزة جديدة لفرد القماش، فبدأوا يشوفوا ايه العيوب اللي حصلت في الاجهزة اللي قبل كده. ولما تطور التكنولوجيا، واحنا عارفين ان التكنولوجيا دخلت في مجال الملابس الجاهزة، وبقى سوق العمل في المصانع بقى فيه ماكينات متعددة في طرق التصنيع لقسم الملابس، وبقت الماكينات اللي موجودة بتساعد الفني اللي شغال على زيادة الانتاج وجودة المنتج. فطبعا احنا لازم نبقى عارفين ايه هي الأجهزة الحديثة ومكوناتها ايه وطريقة تشغيلها ازاي، عشان اقدر اواكب الايه سوق العمل اللي انا هنزل فيه اشتغل فيه بعد كده. ايه هي بقى الخصائص المضافة لماكينات الفرد؟ تعالوا نشوف ايه هي الخصائص المضافة لماكينات الفرد. اول حاجة محرك الثوب، تاني حاجة الانحرافات، تالت حاجة عرض الطبقة، رابع حاجة رافع الانبعاجات، خامس حاجة التحميل، ماسح العيوب، الوصل، مقعد المشغل، عداد الطبقات. تعالوا بقى نرجع تاني كده نقولهم من الأول. محرك الثوب اللي هو بيحرك لي الثوب، الانحرافات اللي هو بيعالج انحرافات الثوب أثناء الحركة، عرض الطبقة اللي هو بيحدد لي عرض الطبقة تبقى قد ايه، عرض الطبقات، رافع الانبعاجات يعني لو في اي انعواج في القماش، التحميل، ماسح العيوب، الوصل، مقعد المشغل، عداد الطبقات. طب احنا هنيجي نشرحهم، تعالوا نشوفهم مع بعض كده. اول حاجة هنتكلم على محرك الثوب. يعني ايه محرك الثوب؟ اللي هو بيحرك الثوب بتاع الثوب اللي انا بحطه اللي هو الثوب القماش، انا بحطه في قلب السلندر وابدا اسحب طرف القماش منه عشان احطه على طبقات القماش. طب تعالوا نشوف ده بيعمل ايه محرك الثوب. محرك الثوب هو يضمن فرد القماش باقل نسبة شد عن طريق فك القماش بنفس سرعة حركة الماكينة. يعني هو بيعمل ايه؟ بيضمن ان ان حركة فرد القماش تبقى بأقل نسبة شد، يعني هو ما بيشدش القماش اثناء الحركة، يعني بيبقى الشد بتاعه حسب نوع القماش اللي انا حطاه. يبقى القماش ده لو محتاج شد عالي بيزود، لو محتاج شد بسيط بيقلل. يبقى انا كده بظبط بظبط نسبة الشد
ليه القماش او الثوب اللي انا حطاه في قلب الماكينه. يبقى محرك الثوب بايه بيظبط لي نسبه الشد للقماش. طب نرجع تاني كده، عن طريق فك القماش بنفس سرعه حركه ايه الماكينه. هو بيفك طبق الايه طرف القماش ده من الايه من محرك الثوب، يعني بيبدا يحرك الثوب، الثوب يتحرك وطرف القماش بيتشد لاعلى عشان يتفرد على الطاوله بتاعه ايه القص. طب نرجع تاني. تاني حاجه الانحرافات. يعني ايه الانحرافات؟ يعني الحاجه اللي ايه اللي ممكن تحصل اثناء عمليه الفرد. تعالوا نشوف ايه هي الانحرافات. الانحرافات تستخدم الخليه الضوئيه. يعني انا عندي في الجهاز بتاعي في خليه ضوئيه، الاقي هنا في الجهاز في خليه ضوئيه. طب الخليه الضوئيه دي بتعمل ايه؟ لمنع اي انحراف لحواف القماش. انا عندي حافه القماش اللي هو من ناحيه البرسل، ممكن تتحرك من مكانها. يعني الاقي الطبقات بقت كل طبقه مختلفه عن التانية، مش كلهم صف واحد كده، لا هلاقي ايه ممكن الطبقات تتزحزح من ايه من بعضها، فلاقي ايه كاني شايفه سلم كده طالع في حرف ايه القماش. يبقى انا هنا الانحرافات دي ان انا بعالج عن طريق ايه عن طريق الخليه الضوئيه دي، بتخليني اشوف شكل الطبقات وهي بتتحط، وكمان الايه الحرف بتاع انحراف ايه الحواف بتاعه القماش، ان الايه القماش بتاعي ما يحصلوش انحرافات اثناء ايه عمليه فرد القماش. يبقى نرجع تاني للتعريف، بنقول ايه تستخدم الخليه الضوئيه لمنع اي انحراف لحواف القماش اثناء ايه اثناء الفرد، فيتم تعديل الثوب في الاتجاه الصحيح. يعني انا الخليه دي بتخليني ابص على ايه على الحواف بتاعه القماش، واعمل ايه واعمل تعديل اذا حصل اي انحرافات للثوب ده، واعمل ايه تعديل للثوب في اتجاه ايه الصحيح. يعني بعمل تعديل للثوب في الاتجاه ايه الصحيح. نشوف اللي بعدها، عرض الطبقه. طبعا احنا عارفين ان ايه ان انا هفرد طبقات القماش دي بيبقى ليها طول وليها عرض. يبقى اي طبقه بتتحط بيبقى ليها طول وليها عرض، فانا بحدد ايه عرض الطبقه. يعني ايه عرض الطاوله عندي هتبقى عرضها قد ايه، اللي هو عرض القماش بتاعي هيبقى قد ايه، فلازم ده بكون محدداه وانا بفرد ايه الطبقات القماش عشان احدد المكان اللي هي ايه المنضده ووضعها الصحيح. وممكن اعمل حواجز على العرض نفسه بحيث ان ما يتحركش اثناء ايه اثناء عمليه التطبيق. تعالوا نشوف كده مع بعض يعني ايه عرض الطبقه. بيقول لي هنا بقى ايه، بيقول لي عرض الطبقه بيوجد خليتان ضوئيتان. يعني في الجهاز بتاعي في خليتين ضوئيتين على جانبي الماكينه. يبقى انا عندي هنا في خليتين ضوئيتين على جانبي ايه الماكينه، يتم تغذيتها باقل عرض قماش. بيتم تغذيتها باقل عرض ايه قماش يسمح بقصه في الرص. يعني انا بظبطها على من اقل عرض لغايه اعلى عرض، يعني من اقل عرض لغايه اكبر ايه اكبر عرض. وعندما يقل العرض تتوقف الماكينه وتعطي اشاره ايه ضوئيه. يعني لو العرض قل بتديني اشاره ضوئيه ان العرض بتاع القماش ده ايه قل. يعني هنا لو في عيب في الثوب هنا الخليه الضوئيه هتظهره لي على طول وتقولي ان في حاجه هنا ايه غلط. يبقى هنا عرض الطبقه بيقول لي بتعمل ايه، بيوجد خليتان ضوئيتان على جانبي الماكينه يتم تغذيتها باقل عرض قماش يسمح بقصة في الرصه، وعندما يقل العرض تتوقف الماكينه وتعطي اشاره ضوئيه. طيب نكمل بقى مع بعض، عداد الطبقات. انا طبعا بحدد هنا على الجهاز بتاعي هنا، لو احنا شايفين في الجهاز بتاعي هنا بحدد عن طريق عداد، واقول انا هعمل كام طبقه. يعني انا هشتغل كام طبقه، هشتغل 10 طبقات 20 طبقه 30 طبقه. يبقى انا بحدد عدد الطبقات اللي هيتم فرد الايه القماش
بيها، يعني انا عايزة على المنضدة بتاعتي ده عدد طبقات قد ايه. تعالوا نشوف كده مع بعض. عداد الطبقات بقول هذا الجهاز يمكن القائم على الفرد من تحديد عدد الطبقات المطلوب فردها. يعني هو القائم على الجهاز ده هو اللي بيحدد لي عدد الطبقات، ان هو بيكتب على الجهاز عدد الطبقات المطلوبة فردها، بحيث تتوقف الماكينة عن العمل عندما تصل الطبقات للعداد المطلوب. يعني هو العامل اللي واقف على المكنة بيقول انا عايز اي 10 طبقات، فبيخزن في الجهاز في العداد 10 طبقات. اول ما بيوصل الجهاز لل10 طبقات الجهاز بيتوقف ايه لوحده على الفرد الايه القماش. يبقى هنا عداد الطبقات بيساعدني في ايه، ان انا بحدد عدد الطبقات ما ايه ما افردش اكتر من العدد المطلوب عن طريق العداد. وهو اوتوماتيك، اول ما بيوصل للعدد المطلوب هو العداد ايه بيوقف الماكينة عن ايه عن الفرد. ما هو بيساعد في ايه في الايه الانجاز، وبيساعد في الايه الانتاج، انه بيقلل لي الوقت والجهد الايه الهادر في فرد الطبقات بيدويا. نرجع تاني مع بعض. رافع الانبعاجات، يعني ايه رافع الانبعاجات بقى؟ دي مشكلة الانبعاجات البسيطة عن اللف الغير صحيح. يعني انا دلوقتي في بعض الاقمشة لما باجي اشوف طريقة لف الثوب بيبقى الثوب فيه بعض الكرمشة، بعض الالتواءات، الحرف بتاع البرسل مش مظبوط، بداية مثلا التوب فيه في جزء في حتة كبيرة منه مش نظيفة او غير صالحة للاستخدام، فبقصها قبل ما ده ما استخدم التوب. طبعا الحاجات اللي بتأثر على الاسواب نتيجة اللف التوب خطأ، ده بيأثر بعد كده في مراحل التصنيع. ليه؟ لان هو بيعمل تهدير كبير في الايه في الخامات اللي طالعة، واحنا دايما بنحاول نحافظ على الخامات. فانا لما يحصل عندي تهدير في الخامات يبقى انا ممكن اشتري اثواب ويطلع مثلا ثوب او 2 او 3 فيه عيوب، فببدا اعمل له استبعاد، لان العيوب اللف دي ما بقدرش اعالجها، لان الكرمشه وممكن يكون اتلف وفي خطوط في مثلا فيها تراب فيها طينه فيها كده، مع اللف الثوب ممكن الاتساخات دي او الاثار دي ما تطلعش حتى لو اتغسل. يبقى هنا الاسواب دي بتبقى فيها عيوب. فطبعا لما انا اشتري الاسواب ويطلع فيه ثوبين 3 4 ممكن يوصلوا ل10 فيهم عيوب وما اقدرش اعالجها، ده بيبقى خساره على المصنع كبيره جدا. فانا بقى ايه فبقول ان الجهاز بتاعي بتاع الفرد بقى يعالج الايه العيوب دي. طب تعالوا نشوف هو بيعالج العيوب دي ازاي علشان المصنع عندي ما يخسرش وما يبقاش عندي تهدير في الخامات وما يبقاش عندي تأثير على الانتاج بتاعي. طب نيجي بقى رافع الانبعاجات، تعالوا نشوف بقى رافع الانبعاجات بيعمل ايه. بقول ان مشكلة الانبعاجات البسيطة عن اللف الغير صحيح او سوء التخزين من اكثر مشاكل شيوعا عند فرد الاقمشة. واحنا قلنا فعلا ان العيوب دي احنا بنلاقيها كتير في بعض الاسواب، حتى لما بنروح نشتري حتى من المحل ونلاقي القماش كده، طبعا هو صاحب المحل بيقعد بيقص جزء كبير عشان يدينا ايه قطعة القماش اللي هي بتبقى نظيفة متساوية، وخاصة في أقمشة التريكو. طبعا أقمشة التريكو لو حصل فيها كده التوب كله بيبقى بايظ، لأن أقمشة التريكو احنا عارفين ان هي أقمشة مطاطة وحساسة جدا، فصعب ان هو يحصل فيها أي انبعاجات في الايه في الثوب بتاعها. لذلك تزود ماكينة الفرد بمضخة هواء، يعني هي ماكينة الفرد دي مزودة ايه بمضخة هواء مثبتة بطول الماكينة. يعني بطول الماكينة كده بتلاقي مضخة هواء، طبعا الهواء ده بيبقى سخن بحيث ان هو يفرد لي الايه اي تكسير او اي حاجة بتحصل ايه موجودة اصلا في ايه في التوب، بحيث يتم دفع الهواء عبر القماش للتخلص من الانبعاجات. يعني هو المكنة فيها مضخة هواء،
يبقى المكنة دي مزودة بإيه؟ بمضخة هواء. مضخة الهواء دي بتبدأ موجودة بإيه؟ بطول الماكينة. مضخة الهواء دي بتبدأ تزود تضخ الهواء دوت، بحيث ان نلاقي ايه التوب بتاعي بيتفرد كده لوحده، ويبدأ اي اثر في الكرمشة او الحاجات دي بتزول بسرعة، يعني ايه تبقى شبيه كده باني بكوي مع الهواء السخن وايه وشد القماش، فالقماش يروح مفرود، فاي كرمشة اي ايه انبعاجات بتحصل في القماش في الثوب الاقيها زالت. طبعا ده ما كانش موجود في الايه في الاجهزه الايه القديمه، لكن الاجهزه الحديثه بقت تعالج المشاكل دي طبعا. لكن لو في بقى ثوب صعب يعني ده ما تعالجش طبعا، ده انا بستبعده ايه اثناء فحص القماش واثناء القص، وده هنشوفه بعد كده. طب نكمل مع بعض. ماسح العيوب. ماسح العيوب طبعا احنا عارفين ان احنا الاتواب بتاعتنا بنحطها على جهاز فحص القماش. ليه جهاز فحص القماش ده؟ احنا قلنا الجهاز ده مزود بايه؟ مزود بلوح بلوري، واللوح البلوري دوت موجود تحتيه لمط اللي هو النيون. القماش بيمشي على اللوح البلوري عن طريق طبعا الكليندر اللي هو بيتسحب عليه، فالعامل بيبص على اللوح البلوري فبيشوف العيوب الموجودة في ايه في القماش. واحنا قلنا عيوب القماش ايه؟ قلنا في عيوب نسيج، وعيوب طباعة، وعيوب صباغة، او عيوب بيبقى عيوب انبعاجات زي ما احنا قلنا كده قبل كده. فلازم الجهاز ده بيقول لي هل التوب دوت فيه عيوب، فيبدأ اعلم على العيوب الموجودة عشان اتفاداها اثناء القص. طب افرض العيوب دي ما اقدرش اتفاداها، بعمل ايه؟ بروح عاملة استبعاد للتوب ده. فده انا كنت بستخدم جهاز فحص القماش في اظهار العيوب، ويبقى العامل بيعمل ايه؟ بيظهر لي العيوب على الايه القماش قبل ما اخده وافرده. الجهاز بقى اللي موجود دلوقتي ده عمل لي الاضافه دي على جهاز فرد اجهزه فرد القماش او ماكينات فرد القماش، فبقى في الجهاز ده بقى في المرايه دي اللي بتظهر لي العيوب فيها. تعالوا نشوف ماسح العيوب ده موجود ازاي في الجهاز بتاع فرد القماش. ماسح العيوب نشوف التعريف بتاعه ونشوف مكانه فيه. ماسح العيوب يتكون من وحدة عرض مرئية اللي احنا بنقول عليها ايه، اللي هي ايه الجهاز اللي هو البلوري اللي هو موجود تحتيه لمط علشان ايه اشوف منه العيوب. يتكون من وحدة عرض مرئية مثبتة على جانبي الماكينة، يعني موجود على جانب ايه الماكينة، ومتصلة بجهاز عمل التعشيق الآلي، يعني هي بتوريلي شكل القماش على الايه الجهاز ده، يعني الجهاز ده بيوريني ايه شكل القماش. وعند اكتشاف عيوب بالقماش اثناء عملية الفرد، يعني وانا بفرد القماش انا بشوف بشوف في الشاشة الفرد بتاعي القماش وهو مفرود، فبقدر احدد مكان العيوب من غير ما يبقى عندي معرض الايه التوب ده على جهاز فحص القماش. لا انا عندي في الموجود في المكنه بتاعتي الايه الجهاز دوت، واقدر ابص على الايه القماش وهو نازل وهو مفروض، واقدر احدد اذا كان في عيوب في طبقات القماش ولا لا. لان ممكن يجي لي التوب من جهاز من الفحص، يجي لي الاتواب من الفحص، ممكن يكون التوب هو بتاع العامل بتاع الفحص شايف ان التوب ده ما فيهوش عيوب كتير فطلعهولي، لما انا جيت فردته لقيت ان العيوب هتأثر على النموذج التعشيق لما احطه، يعني لما اجي احط نموذج التعشيق هلاقي العيوب دي جايه مثلا مش جايه لي في الجناب، ان انا ممكن اطلعها اثناء القص في الجناب، لا جايه لي مثلا في نص نموذج، فطبعا ده كده هيبقى عيب جسيم مقدرش ايه مقدرش اتفاداه، فممكن اروح قص الجزء اللي فيه العيوب دي. فالأجهزة بتاعت الفرد لما بتكون مزودة بماسح العيوب بتساعدني في ايه؟ قبل ما احط النموذج على طبقات القماش اللي انا بفردها ان انا اعالج اي عيوب موجودة وابدأ ايه ان انا ايه استبعدها. تعالوا نكمل معانا مع بعض. بقول هنا ماسح العيوب يتكون من وحدة عرض مرئية مثبتة على جانبي الماكينة
ومتصلة بجهاز عمل التعشيق الآلي، وعند اكتشاف عيب بالقماش أثناء عملية الفرد. يعني أنا أثناء عملية الفرد لو لقيت عيب في القماش أقدر أستبعد الإيه العيب دوت، بحيث إن هو ما يظهر ليش في عملية التعشيق. يتم تحديد مكان وحجم العيب عن طريق مجس مثبت على مقدمة الماكينة. يعني هو بيديني زي ايه، زي اشارة او جرس او رنة ان في ايه، في عيب هنا ظاهر، لان انا ببقى مخزنة على الماكينة بتاعتي على الجهاز دوت ان في مثلا عيوب النسيج، الطباعة، الصباغة، كل دي بتبقى ايه، ان هو لو ظهر عيب زي كده بيروح مديني ايه جرس او بيديني انذار ان في عيب هنا. فبيعمل ايه، فالعامل اللي واقف او القائم بالعمل هو الفني اللي واقف على الفرد بيتجه بسرعة للايه، للشاشة دي، ولتحديد مكان العيب على ايه، التعشيق، والذي يظهر على ايه، الشاشة. يبقى انا كده ان إيه؟ بنقول نعيد الحتة دي تاني. يتم تحديد مكان وحجم العيب عن طريق ايه، عن طريق مجس مثبت على مقدمة الماكينة. خلي بالكم انه ممكن يجينا ده اكمل. فيستدعى القائم بالتعشيق لتحديد مكان ايه، مكان العيب على التعشيق والذي يظهر على الشاشة. يبقى ممكن يقول لك ايه، ما الدور اللي بيقوم بيه المجس، او ماذا تعرف عن المجس؟ يبقى لازم اعرف ده بيعمل ايه، ان هو بيعمل لي ايه، بيكتشف ايه مكان العيب، وايه بيدي انذار للقائم على ايه، على التعشيق. حيث يقرر القائم بالفرد الاسلوب الاكثر ملائمة دون الحاجة لوضع التعشيق فوق الرصة. يعني انا دلوقتي ايه، القائم بالتعشيق اللي هو الفرد القائم بالتعشيق دوت هيبدأ يبص على العيب، وهو هيقرر اذا كان العيب ده ممكن اتفاداه قبل التعشيق ولا مش هقدر اتفاداه. لو اقدر اتفاداه قبل ما احط القماش، قبل ما احط التعشيق على الطبقات ديت، يبقى ايه خلاص، يبقى انا كده عرفت مكان العيب فين. لكن لو هو مش هيبقى، مش هقدر اتفاداه، طبعا بيقص الجزء اللي فيه العيب ويبدأ يعمل الطبقات من اول ايه، طبقة جديدة، ويشيل الطبقة اللي فيها العيب دي. ده ايه، ده وظيفة ايه، وظيفة المجس اللي هو ماسح العيوب اللي موجود في ماكينة ايه، ماكينات الفرد ايه الحديثة. مقعد المشغل، طبعا هنا العامل اللي قاعد على، اللي بيشتغل على الماكينة دي لازم يبقى فيه مقعد يستريح او يقعد عليه اثناء ايه، اثناء العمل، لان هو بيبدأ بيخزن المعلومات، بيخزن طريقة التشغيل بتاعة الماكينة، ولازم يقعد ويقف شوية، يقعد شوية. فلازم يبقى فيه مقعد للفني اللي شغال على الماكينة دي. مقعد المشغل، اغلب ماكينات الفرد الآلية مزودة بقاعدة حيث يمكن للمشغل ان يجلس او يقف اثناء مرور الماكينة على منضدة الفرد. يعني هو في مكان بيبقى مخصص ليه ان هو يقعد او يقف، بحيث ان هو ايه، يتابع الماكينة اثناء عملية الفرد وهي راحة ذهابا وايابا اثناء عملية ايه، الفرد. يبقى ده مكان مخصص بايه، للعامل. طيب هنا السؤال اللي ممكن يجيلي في الجزئية دي هيقول لي ما هي الخصائص المضافة لماكينات الفرد الآلية. ايه هي الخصائص المضافة لماكينات الفرد الآلية مع الشرح؟ طبعا هو مش بيقول لك اشرحها كلها، هيقول لك مع شرح 2 او 3. ممكن يجي لك في صورة اكمل، ممكن يجي لك في صورة وصل. يبقى انا لازم اعرف ايه هي الخصائص المضافة، واعرف ايه وظيفتها ايه، وموجودة فين، علشان ابقى اعرف اجاوب كويس جدا على السؤال، واكون فاهم، مش حافظ، لكن فاهم وظيفة كل حاجة ايه، عشان اعرف اجاوب كويس. ان احنا مش عايزين حد بيحفظ، احنا عايزين حد يكون فاهم عشان يعرف يشتغل بعد كده في المجال دوت، لان ده مجالك، مجالك ان انت هتطلع فني ملابس جاهزة، فلازم تبقى فاهم وعارف ازاي تشتغل على الاجهزة دي عشان تقدر تواكب سوق العمل
وتعرف تشتغل في المصنع بعد ما ايه ما تخلص إيه الدبلوم بتاعك ان شاء الله. ماشي، هنكمل مع بعض. انواع عملية الفرد، انواع عملية الفرد، ايه هي انواع عمليات الفرد؟ تعالوا نشوف كده. في عندي عملية الفرد المسطحة وعملية الفرد المتدرجة. عملية الفرد المسطحة وعملية الفرد الايه المتدرجة. تعالوا نشوف يعني ايه عملية الفرد المسطحة. طبعا عملية الفرد المسطحة ان انا ادي الايه الفرد الترابيزة عندي زي ما مستوية وبفرد عليها طبقات القماش. طب هل هي بتختلف عن اي طريقة فرد تاني؟ تعالوا نشوفها كده مع بعض. يبقى بقول ايه عملية الفرد المسطحة هي ايه؟ هو الشكل الاكثر شيوعا عند فرد الاقمشة، يعني اللي هو موجود في كل المصانع والورش اللي هي ايه عملية الفرد الايه المسطحة. وفيها تكون كل الطبقات بنفس الطول، دي ايه اسمها عملية الفرد المسطحة. يعني انا عندي المنضدة بتاعتي بتاعت الفرش، وبتبقى ببدأ احط طبقات القماش بيبقى كلها عرض واحد وطول واحد، وببقى محددة ان الايه الفرشة دي عرضها واحد وطول واحد، دي اسمه الفرد الايه المسطح. الفرد ايه المسطح، ان انا بحط طبقات القماش كلها عرض قماش واحد وكلها طول ايه واحد، دي الرصة بتاعتي بتبقى كده. عشان كده بقول ايه عملية الفرد الايه المسطحة، ان هي الرصة بتاعتي بتبقى طول واحد وعرض واحد. طب يعني ايه بقى عملية الفرد المتدرجة؟ في فرق طبعا بين دي وبين دي، لان احنا ممكن يكون الموديل اللي عندي اللي انا هعمله يكون ليه مقاسات، ما يكونش ايه ما يكونش مقاس واحد. يعني المسطحة دايما بيبقى مقاس واحد، لكن المتدرجة مش مقاس واحد، ممكن يكون انا هعمله من كذا كذا نوع قماش، فكل نوع من نوع من القماش ده بمقاساته، يعني هعمله بمقاسات مختلفة، زي مثلا هقيسه مقاس 30 وبعدين 32 وبعدين 34 وبعدين 36، وبعدين هحط ايه هقول مثلا مقاس 32 هعمله على عرض 70، وبعد كده ايه 34 على عرض 90، وبعد كده مقاس 40 هعمله على ايه على عرض 120. فكده انا ايه حددت كل مقاس هيتعمل على ايه. طب تعالوا نشوفها بقى بالتفصيل كده، ايه المقصود بعملية الفرد المتدرجة؟ تعالوا نشوفها مع بعض. يكون الفرد بشكل متدرج، يعني زي السلم كده، كأني طالعة سلم، بحيث تكون الطبقات في مستوى بنفس الطول، يعني هي الطبقات كلها طول واحد، يعني هو الطول موحد. ويستخدم في حالة اختلاف عدد القطع الملبسية، يعني ايه يعني المطلوب في المقاس او اللون. يبقى هنا انا اختلفت في ايه، هنا هو الطول واحد، يعني طول الطاولة هيبقى واحد، لكن انا اختلفت في ايه في نوع القماش، اختلفت في نوعية القماش زي ما احنا قلنا. فعملت ايه لكل مقاس عملت له لون او عملت له نوع قماش مختلف، فاختلف عندي ايه نوع نوع ايه نوع القماش، فاصبح كل مقاس ليه ايه ليه لون معين، عشان اعرف ان انا اول ما اشوف اللون ده او الاحمر ده، الاحمر ده خاص بليه بمقاس ايه اتنين مقاس 30، لكن المنقوش ده خاص بمقاس 32، لكن الازرق ده خاص بمقاس ايه 38، الكارو ده مثلا بمقاس ايه 40. يبقى انا كده حددت ايه حددت اللون، حددت القماش حسب الكل ايه كل مقاس انا هعمله. فعشان كده بقول عليها عملية الفرد الايه المتدرجة، هو بيبقى طول الطاولة واحد لكن بيختلف في المقاسات المحطوطة، فبيبقى اسمه متدرج، يعني بيبقى عامل زي السلم، ان هو طالع سلم كده من الايه من اكبر مقاس لاصغر 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 لغاية ما يوصل لايه للمقاس اللي هو عايزه. فهو بيعمل الطاولة فرشة الطاولة واحدة وتبقى القص واحد، بس كان بيختلف في الايه في المقاسات اللي بيحطها. طب نكمل مع بعض. دي شكل الطاولة بتاعتي اللي هي طاولة القص والجهاز وهو ايه بيفرد طبقات القماش. هنا دي لو احنا خدنا بالنا ادي ايه دي طبقات ايه
القماش العادية، لكن في بريطانيا في طبقات قماش بتبقى ايه اكتر ايه بطول الطاولة زي اللي فاتت دي، دي بطول الطاولة، لكن دي احنا حددنا الطول والعرض اللي احنا عايزينه على ايه طاولة الاصل. ايه هي بقى الخواص المؤثرة في عملية فرد القماش؟ ايه هي الخواص المؤثرة في عملية فرد القماش؟ هل في حاجة بتأثر على عملية فرد القماش؟ او طبعا في خواص بتأثر على عملية فرد القماش. تعالوا نشوف ايه كده، ايه هي الخواص اللي بتأثر على عملية فرد القماش. اول حاجة السمك، يبقى السمك بيأثر على ايه؟ على فرد القماش. عرض القماش، الشحنة الكهربية، وازاي اتخلص من الشحنة الكهربية، شكل اثواب القماش، كل دي من الايه الخواص المؤثرة في عملية فرد القماش. يبقى هي الخواص المؤثرة في عملية فرد القماش، اول حاجة السمك طبعا اللي هو سمك القماش نفسه، عرض القماش، الشحنة الكهربية كهربائية، وطرق التخلص من الشحنة الكهربائية، وشكل اثواب ايه القماش. تعالوا نشرح بقى جزء جزء كده. السمك، طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا انواع كتيرة جدا من الاقمشة، عندنا قماش حرير، عندنا الشيفون صح، عندنا الستان، وعندنا اللينو، وعندنا الكتان والجينز، والاقمشه الصوفيه بانواعها بقى، عندي المهير والكشمير، وعندي الفرو، كل دي انواع من انواع الاقمشه. فهل انا لما اجي اعمل افرد طبقات القماش، لو جيت فردت الشيفون، طبقات القماش عندي هتبقى نفس مقاس يعني طول الرصة بتاعتي الشيفون زي ما افرش الصوف، زي ما افرش الحرير، زي ما افرش الستان، اللينو، الكتان، الجنس، كل ده بيختلف ايه حسب سمك اللي هي بنقول عليها تخانة طبقة القماش، اللي هي اسمها ايه تخانة طبقة القماش. طبعا التخانة دي بتفرق عندي في عدد الطبقات اللي هحطها على طبقة على ايه على طاولة القص، لان عندي مقصات القص، المقصات اللي بستخدمها في القص، المقصات دي ليها ايه ليها طول، يعني كل مقص ليه طول، وده هناخده في الباب التاني. فلازم يكون طول الرصة اللي انا بحطها يكون مناسب لطول المقص اللي هو السلاح بتاع المقص اللي هيقص. فلازم ابقى عارفه سمك القماش وانا بحط ايه وانا بعمل طبقات القماش، بفرد طبقات القماش. تعالوا كده بقى نشوف السمك ده دوره ايه في فرد الطبقات. تعالوا مع بعض كده نشوفها. يبقى السمك يعبر السمك عن ايه عن العمق الرأسي اللي هو ايه الطول للقماش اللي بيتقال عليها ايه التخانة، هو الذي يحدد طبقات الرصة بحيث يتناسب مع مواصفات الآلة المستخدمة في الايه في القص للحصول على قص على قص ايه دقيق. يبقى انا هنا عندي لما اجي افرش طبقات الصوف، طبعا ايه طبقات الصوف بتدي تخانة عالية جدا، مش زي ما افرش طبقات ايه الايه الستان. طب ده بيفرق في ايه بقى؟ ان انا عندي لما اجي افرش الطبقة حسب تخانتها ببقى عارفة انا هفرش الطاولة دي كام طاولة، يعني في الصوف بالذات بحتاج ايه هفرش كام طاولة، او هفرش الطاولة كلها بطولها وابدأ احط التعشيق بتاعي على كل جزء، ان انا بعمل فواصل بين كل طول وبعضيه، وايه وابقى عارفة عشان ما اقعدش افرش ايه كذا مرة، لان انت بتفرش مرة واحدة وبعد كده بنحط طبقات التعشيق على الايه على وجه الايه القماش من فوق اول طبقة، وبيبدأ الايه المقص دار يقص الايه الطبقات بتاعة القماش عشان يطلع لي اجزاء الايه البطرون والقطع اللي هيتم ايه تنفيذها. فهنا هو تخانة التوب دوت او تخانة القماش هي اللي بتحدد لي عدد الطبقات اللي هتناسب مين، هتناسب المقص اللي هيقص. تمام، يبقى احنا كده نرجع نعرف الجزء ده بسرعة. يبقى نقول السمك يعبر السمك عن العمق الرأسي للقماش اللي هي التخانة، هو الذي يحدد طبقات الرصة
بحيث يتناسب مع مواصفات الآلة المستخدمة في القص للحصول على قص ايه دقيق. احنا النهاردة هنتوقف عند الجزء دوت، اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا الجزء ده كويس جدا، والحلقة الجاية هنكمل بقية الخواص بتاعتنا وهنشرحها وهنعرفها برضو بالتفصيل. بس الاسئلة بتاعت الكتاب نبدأ نحل فيها من دلوقتي، واي سؤال يقف قدامكم هتبعته لنا على الجروب بتاع القناة وهنجاوب عليه. اتمنى لكم التوفيق والنجاح، واراكم الحلقة القادمة.